طيب لما نيجي نتكلم عن منتخب مصر للسباحه البارالمبيه لازم نتكلم عن النتائج كمان الهائله اللي هم محققينها على كل المستويات. انت بتتكلم 6 ميداليات في بطوله مصر الدوليه للسباحه البارالمبيه اللي اقيمت في العاصمه الاداريه الجديده قلنا لحضراتكم من كام يوم. هنتكلم عن البطوله دي والتحديات اصلا اللي بيواجهوها واللي بتواجهها السباحه البارالمبيه بشكل عام. بس خلينا في البدايه نرحب بضيوفنا كابتن شريف حبيب المدير الفني للمنتخب الوطني للسباحه البارالمبيه وهو اهلاوي ولاعب اهلاوي وقصه كبيره جدا مدير فني اهلاوي سابق. صباح الهنا يا فندم. صباح اهلا بيك. ونجمتنا وبطلتنا ملك عبد الشافي صاحبه برونزيه 50 متر ظهر سباحه بارالمبيه، يعني صباح الهنا ومنورانا بجد والله. انا سعيده بيكي جدا، كلنا كمصريين سعداء بالنتائج اللي احنا سمعناها اصلا في البطوله الاخيره. يعني ملك اسمح لي بقى كابتن شريف هبدا بملك. طبعا هي البطله. ملك بصي قبل اي حاجه الناس اكيد حابه تعرف مين ملك، مين بطله مصر للسباحه البارالمبيه وابتدت عندك كام سنه والقصه بقى البدايه اصلا والتحديات اللي كنت بتواجهيها. خلينا نسمع منك. انا ملك حسين، عندي 20 سنه. بدات السباحه من وانا عندي 5 سنين والحمد لله، ودخلت المنتخب من 2014 ومن ساعتها الحمد لله دلوقتي بقت 16 ميداليه دوليه وعالميه، والحمد لله كنت اول سباحه مصريه وعربيه وافريقيه تتاهل للفاينلز في طوكيو 2020 في بارالمبيكس. الحمد لله والحمد لله صاحبه الرقم الافريقي الحمد لله. ما شاء الله بجد والله، يعني تاريخ كبير مع سن صغير نقدر نقول، يعني حاجه طبعا محترمه. طب ايه اللي دخلك السباحه اصلا؟ ايه اللي حببك فيها؟ السباحه زمان معروف عنها اللي هي بتبقى كعلاج طبيعي. يعني انا في الاول كنت بقى عشان مستخدمه الكرسي المتحرك كان الاول علاج مائي، فاتقال لي ان هو الاحسن ان انا الاحسن مع العلاج الطبيعي العادي العلاج المائي. فدخلت السباحه اساسا اللي هو علاج مائي وخلاص، بس بعد كده اكتشفت ان انا اقدر اعوم. لقينا بطله بقى، اكتشفنا بطله. ما شاء الله بجد. كابتن شريف خليني ابدا مع حضرتك برضو، حضرتك يعني ليك باع كبير جدا في الرياضه دي تحديدا، وزي ما كنت بتكلم حضرتك اهلاوي ولعبت في الاهلي ومرنت في الاهلي وغيره. خليني ابدا من هنا وبعدين اخش تحديدا على ايه اللي حبب حضرتك انك تخش هذا المجال وتهتم بالملف البارالمبي والرياضه البارالمبيه وتحديدا السباحه. هو انا في بداياتي ما بدات امرن كنت بمرن في نادي الصيد. وكان امين صندوق نادي الصيد العميد يوسف عبد العزيز هو امين صندوق. الله يرحمه طبعا. هو امين صندوق اللجنه البارالمبيه. هو اللي صمم ان انا اشتغل. انا بقالي 30 سنه بدرب المنتخب البارالمبي، سبته شويه لما سافرت الامارات ورجعت. فانا يعني هو اللي كان السبب اخش. وبعدين بقى الموضوع لطيف جدا بالنسبه لدراسه، انا خريج هندسه، الشغل معاهم ليه علاقه جدا بالبايوميكانيكال فلويد، لان هو لدرجه كل اعاقه فيهم محتاجه تكنيك مختلف شويه عشان يقدر يعمل كاستمايز مع التكنيك مع الاصابه. فحسيت انه فيها شيء بقى من اللي الواحد بيبقى مستمتع وبيمرن، غير العلاقه اللي معاهم بتبقى علاقه، يعني انا بحس ان انا ببقى سعيد معاهم جدا وانا بشتغل معاهم. حلو جدا. اكيد الفرق كمان على مدار السنوات اختلف فيها طريقه التمرين وكمان البوتنشال الموجود وغيره. يعني خليني اعرف منك برضو، يعني مالك صغيره مش كبيره طبعا، ابتدت كمان ما هيش صغيره قوي في السن، فاكيد في جاب كبير بين الوقت اللي حضرتك بدات فيه وحاليا مع طبعا، وده مترجم في النتائج اللي حصلنا عليها. هو الحقيقه المنتخب السباحه البارالمبي ده كان حصل له طفره كبيره قوي لحد اولمبياد اتلانتا، وبعديها بطوله العالم في نيوزيلند، وبعدين حصل دروب شويه في المنتخب. كان هم حققوا نتائج كبيره جدا، كان عندنا ابطال عالم وسباحين جامدين احنا في اتلانتا وخدنا ميداليتين في الاولمبياد. لكن حاليا الجيل ده هو جيل بيرجع التاريخ تاني، وهم الحقيقه متميزين جدا ومهتمين جدا، واحسن حاجه فيهم ان مولي وديكيت متعلمين كويس. يعني ملك في جامعه امريكيه، مجموعه الاولاد فهم فاهمين بيعملوا ايه واب تو ديت ومتابعين كل حاجه. فلازم المدرب يتعامل معاهم، لازم يحترم عقليتهم، يحترم ان هم فاهمين كويس. النقطه دي مهمه جدا على فكره، وفكره كمان ان انت بتدرسي وناجحه طبعا في بالانس او بتوازني بين ده وده، وفي نفس الوقت بطله كبيره يعني بارالمبيه مصريه، برضو ده مش سهل يا ملك. اكيد في عدد ساعات
معين لازم تتمرني فيه وفي جدول معين لازم تلتزمي بيه. مع كمان بتتكلمي عن الاي يو سي او الجامعه الامريكيه، برضو من الجامعات الصعبه جدا، مش سهله ابدا، فبتحتاج كمان اتندنس وحضور بشكل كبير. فيعني خلينا نسمع منك. هو انا كمان برضو هندسه انجينيرنج. واو، يعني ده مش واخده مثلا حاجه ارت بتاع كمان يعني. فهو فعلا يعني انا بنبدا يومنا الساعه 5 الصبح وافضل لحد الساعه 8 ولحد الساعه 8 اليوم بيخلص، فبيبقاش فيه وقت للراحه يعني. مفيش وقت تعملي حاجه ثانيه. انت عايشه مع اهلك طبعا، البدايه بتاعتك لما كنت بتروحي علاج طبيعي وكان الموضوع قلب ان احنا لا محترفين وهنلعب بشكل يعني احترافي وبعد كده بقينا ابطال، مين اللي كان معاكي في الفتره دي؟ ماما مليون في المية. يعني كانت ماما بتروح توديني للتمرين، بعد كده تروح الشغل، بعد كده تجيبني تاني توديني للتمرين. هي اللي كانت مسؤوله عن كل ماراثونيه يعني. وبابا كان فين؟ انا بابا في الحادثه اللي عملت الحادثه في ساعه ما كان عندي 5 شهور، الحادثه دي حصل لي انا شلل نصفي وبابا توفى. انا اسفه جدا، انا كنتش دي اصلا الاصابه عندك كانت حادث.